أخبار اليوم. حسن مدير عام الإدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم، أهلا بحضرتك في على شاشة أخبار اليوم. بنسأل حضرتك النهاردة عن الترئيس لأسلوب حياة عاد من جديد بشرم الشيخ بعد أن أقيم أول مؤتمر بالإسكندرية وحقق نجاح كبير من خلال معرفة لعبة الترايسون بالنسبة لطلبة مدارس إسكندرية. رأيك النهاردة في التجربة في شرم الشيخ في ظل الأحداث اللي بتمر بها شرم الشيخ وأهالي شرم الشيخ؟ الحقيقة احنا حاولنا ان احنا نعمل نشر للعبة في جميع المحافظات، وكانت من اوائل المحافظات وقع الاختيار على محافظة اسكندرية، دي كانت اول محافظة، وتاني محافظة وقع الاختيار على مدينة السلام شرم الشيخ. احنا بنحاول نوصل للطلبة في اماكنهم، لان من الصعب ان احنا ننشر اللعبة الا من خلال ان احنا نوصل للطالب في كل مكان، في المدرسة وفي المحافظة بتاعته. فانا شايفة ان المؤتمرات اللي احنا بنعملها دي يعني، وان شاء الله نعمل استمرارية ليها في محافظات تانية، هتساعدنا كتير على نشر اللعبة، وده بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للترايسلون. بصوا الناحيه دي، بصوا ناحيه الحمام الصغير لو سمحتوا. تمام، نبدا. ماشي، دلوقتي عندنا هنا الكباتن خالد وليد ومحمد جابر هيورونا رياضه الترايسلون اللي هي سباحه ودراجات وجري. البدايه بتكون بالسباحه، وبعد كده بيعملوا ايه عشان نعرف ايه هي رياضه الترايسلون. ماشي تمام، محمد وخالد ماشي، خد مكانك. جوه فدلوقتي انتوا شايفينهم هم بيعوموا، هم دلوقتي هيعوموا مسافه حمام السباحه دي اللي هي 25 متر، ده المفروض ان هو بيبقى سباح. تمام، اول ما بيطلع من الميه بيجري ناحيه العجله بتاعته، طبعا بيشيل النضاره والبوليه اللي هو لابسه، وبيجري ايه ناحيه الدراجه. اول حاجه بيعملها بعد ما بيسيب حاجته ان هو بيلبس الجزمه وبيحط الهلمت على راسه، دي اهم حاجه طبعا، الهلمت اللي بيتحط على الراس ده مهم جدا. تمام، النضاره اللي هم بيلبسوها مش بس عشان حمايه من الشمس، ولكن هم راكبين العجله بتبقى بتحمي عينيهم من الايه، من الرمل او اي تراب في الجو. تمام، بعد ما بيطلع من منطقة التحويل بيركب العجلة وبيعمل الكورس ايه بتاع العجلة، برضو ده جزء من السباق كله بيتعمل مع بعضه، مش لفة واحدة. تمام، فهم كده المفروض بيسابقوا بعض برضو على العجلة زي ما كانوا بيسابقوا بعض في السباحة. طبعا الكباتن خالد هم كده بيخلصوا اهو كورس الجري، ونشوف بقى مين فيهم اللي هيكسب. تمام، 100 100، خلاص دخلوا مع بعض، خلاص 100 100. سقفه بقى كبيره ليهم ونشكرهم. We'll be right back.
عايزين حد من المشرفين يجي يشارك معانا. تمام المشرفين اهو معانا. تمام دول دلوقتي المتطوعين، عايزين بقى 4 مدرسين. المدرسين يا ريت بقى. على السلامة لسه جاية.